أفين تريكسيرا نيوتريشن لاين بيوفر ترطيب وتغذية يومية للبشرة الجافة والحساسة لجميع أفراد الأسرة. بيحتوي على عدد من منتجات التنظيف اللطيفة اللي ما بتجرد البشرة من زيوتها الطبيعية. وبنبلش بأول منتج أفين تريكسيرا كولد كريم ألترا ريتش كلينزينج بار، اللي هو بار للتنظيف اليومي للبشرة مصمم خصيصاً للبشرة الجافة إلى الجافة جداً. بيعمل على تنظيف وترطيب وتغذية البشرة بعمق، مناسب للكبار، الأطفال والرضع. تركيبته خالية من البارابن. أما المكونات الرئيسية فهي الأفين ثيرمال سبرينغ واتر وشمع العسل الأبيض اللي بيوفر طبقة واقية على الجلد ليحميها من العوامل البيئية الضارة. أما بالنسبة لطريقة الاستعمال فبنرغيه على بشرة رطبة وبنقوم بالتدليك لإنشاء رغوة وبيشطف جيداً بالماء. أفين تريكسيرا نيوتريشن نوتري-فلويد بام هو مرطب للعناية اليومية بالبشرة الحساسة والجافة جداً، مناسب لجميع أفراد العائلة كبار وأطفال ورضع. بيحتوي على تركيبة غنية بتغذي وبتحمي البشرة الجافة والحساسة، وبيستخدم للوجه والجسم. غير دهني وغير لزج، بتمتص البشرة بسهولة وخالي من البارابن. أما المكونات الرئيسية فهي الأفين ثيرمال سبرينغ واتر والبلانت بيست ليبيد ومادة السيليكتيوز الحاصلة على براءة اختراع، بتغذي حاجز البشرة وبترطب الجلد لمدة 48 ساعة. بنستخدمه مرة أو مرتين في اليوم، وبيجي أيضاً على شكل لوشن الأفين تريكسيرا نيوتريشن نيوتري-فلويد لوشن. تريكسيرا نيوتريشن شاور كريم، كريم للاستحمام بينظف وبيرطب وبيهدي البشرة، مناسب للبشرة الجافة إلى الجافة جداً، ومناسب لجميع أفراد الأسرة. غني بالعوامل المغذية وخالي من الصابون. بيحتوي على السيليكتيوز وزيت اللوز الحلو والجليسيرول أولييت والأفين ثيرمال سبرينغ واتر. أما طريقة استعماله، بنرغيه بالإيدين وبنضعه على بشرة رطبة ومن ثم نشطفه بالماء.